كانت أمنية للمستعمرين أن يحطموا مراكز العراق العلمية والدينية ويمنعوا مشاهد الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام عن الزائرين المسلمين، وقد حققوا أمنيتهم. فالحوزة العلمية في النجف الأشرف والتي دامت أكثر من 1000 سنة وأسست على يد شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي قد حطمت بعد عمر 1000 سنة. والحوزة العلمية في كربلاء المقدسة والتي دامت أكثر من 1000 سنة على يد مؤسسها الشيخ ابن حمزة رحمة الله عليه وعلى شيخ الطائفة قد حطمت. والحوزة العلمية في كاظمية وفي سامراء وفي بغداد وفي غيرها من الحوزات العلمية حطمت، وقد قتل البعض علماء المسلمين داخل العراق وخارج العراق، وقد قتل البعض المكتبات العلمية، لأن المكتبة أيضا لها حياة ولها موت. مثلا في كربلاء المقدسة كانت أكثر من 40 مكتبة لأجل مطالعة الشباب والطلاب الطالبات والشابات، وكلها أغلقت ونهبت ابتداء من مكتبة القرآن الحكيم وانتهاء إلى مكتبة النهضة الإسلامية. ومدارس الحفاظ أغلقت، والمؤسسات نهبت أموالها وصودرت أبنيتها. ورجال الدين في النجف وفي كربلاء وفي غيرهما قد أقصوا تحت مختلف الشعارات. أنتم تذكرون أن في أيام السيد الحكيم رحمة الله عليه كان في النجف الأشرف أكثر من 5000 من طلاب العلوم الدينية، والآن لا تجدون في النجف حتى عشر هذا العدد، والكثير من الموجودين هم مختفون في البيوت أو ما أشبه. وعلى هذا المعدل، أما سجون العراق اليوم فشيء لم يحدث عنه التاريخ، فأكثر من 100,000 من الشباب في السجون وتحت التعذيب، والتعذيب أكثر من 80 قسم كما قرأت في بعض الكتب. وهؤلاء السجناء فيهم ما يقارب من 3,000 شابة وفتاة من النساء، ولم يحدث التاريخ حتى في عهد نمرود وفرعون مثل هذا الظلم. مثلا لاحظوا الآية الكريمة بالنسبة إلى فرعون موسى الرجل الطاغي الكافر بالله واليوم الآخر، يقول الله بالنسبة إليه: يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. لكن هؤلاء يذبحون الأبناء
ويذبحون النساء، يعني أنهم أطغى من فرعون. وبالنسبة إلى الحجاج لم يحدث التاريخ أنه كان يعذب الناس ولا بعشر هذه التعذيبات. وبالنسبة إلى نمرود ذكر المؤرخون أنه لما أراد أن يقتل إبراهيم النبي أحضر 300 قاضي وقال للقضاة حاكموه بمحضر من الناس حتى يعلم الناس إن إبراهيم على اصطلاح نمرود مجرم. فإذا أراد أن يقتل إنسانا شريفا كان يحضر القضاة، وحتى يصل عددهم إلى 300 قاضي في محاكمة إبراهيم. أما هؤلاء فيأخذون العالم من بيته ليلا ويقتلونه نهارا أو صباحا أو نصف الليل. فلم يمر بالعراق فترة أظلم من هذه الفترة إطلاقا. وحتى في عهد المغول وهم الذين سودوا صفحات التاريخ، رجعوا التاريخ، المغول لما جاءوا إلى بغداد وقيل لهم إن النجف وكربلاء والحلة مراكز لأئمة المسلمين والعلماء المسلمين، قالت المغول إن لا نحارب العلماء ومراكز الدين، مع العلم أن المغول كانوا كفرة، ولهذا أمروا أمرا عاما أن لا يتعرض إلى النجف وإلى كربلاء وإلى الحلة، لأنكم تعلمون أن في أيام المغول في الحلة كانت حوزة علمية بزعامة الشيخ العظيم المحقق الحلي صاحب الشرايع. فالمغول على قسوتهم وعلى جرمهم وعلى كفرهم وعلى بربريتهم وعلى أنهم كانوا غرباء عن العراق لم يتعرضوا لكربلاء ولا للحلة ولا للنجف. أما هؤلاء الخونة أتباع المستعمرين فقد تعرضوا للنجف ولكربلاء وللحلة، يعني أنهم شر من الصليبيين ومن الصهاينة ومن نمرود ومن المغول ومن الحجاج ومن ابن زياد ومن فرعون ومن كل من حفظ التاريخ جرمه وقساوته. وحتى هم أجرم من الشاه المقبور، فإن الشاه لم يكن يقتل العلماء علنا وبكل صراحة، وخصوصا العلماء الكبار جدا. أما هؤلاء فليس عندهم مهمة إلا قتل العلماء والسفك الدماء وانتهاك الحرمات ومصادرة الأموال، وهذا شيء ملموس للجميع. وإذا سقطوا وهو قريب بإذن الله سبحانه وتعالى سوف تنشر الكتب عن جرائمهم بما يتعجب العالم من تلك الجرائم، كما رأينا بالنسبة إلى الشاه المقبور وبالنسبة إلى المجرمين الآخرين. أيها الإخوة، أنتم ثائرون لأجل الله ومطاردون من بلادكم، وأخرجتم من دياركم وأبنائكم كما يقول القرآن الحكيم بالنسبة إلى قضية مشهورة في سورة البقرة. الواجب عليكم الآن أمور، وأنتم تعرفون الواجب طبعا، وإنما إني كمذكر، وكما يقول القرآن الحكيم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم
بمسيطر. الواجب أولا أن توحدوا صفوفكم، لا تفرقة، ليس هذا عربي وهذا عجمي وهذا كردي وهذا تركماني، وإنما كلكم يد واحدة، وكما قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: والمسلمون يد واحدة على من سواهم. وبالفعل طبق الرسول هذا الشيء، فهذا أبو ذر العربي، وهذا سلمان الفارسي، وهذا بلال الحبشي، وهذا صهيب الرومي، وكلهم يحاربون الكفر والكفرة خلف النبي العالمي. إننا يجب أن نوحد صفوفنا ونوحد قوانا، ولا نسمع إلى التفرقات، هذا داخل في هذه المنظمة وهذا داخل في هذه المنظمة، لكن الكل يعملون لأجل الله ولإسقاط البعث الكافر بالله واليوم الآخر. فليكن مثل منظماتكم كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الشعوب والقبائل ليست لأجل التفرقة، وإنما لأجل التعارف، كالبلاد التي هي لأجل التعارف، بغداد والبصرة والموصل ليست لأجل التفرقة وإنما لأجل التعارف، فيقال هذا بغدادي وهذا موصلي وهذا بصري، فيعرف الإنسان بالانتساب إلى هذه البلاد. وكذلك فلتكونوا أنتم لتعرفوا بالانتساب إلى هذه الفئة أو المنظمة أو الحزب أو الهيئة أو الجمعية أو الجماعة، وإلا فالكل يجب أن يكونوا يدا واحدة، فإن في الاتحاد قوة وفي التفرقة الضعف. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. لا نكن هكذا، وإنما لنكن قوة واحدة ويدا واحدة وعملا واحدا وهدفا واحدا واتجاها واحدا. هذا شيء. الشيء الثاني، يجب أن نعمل الجميع لأجل الله، وكما قال الله تعالى في القرآن الحكيم حيث يقول: قل الله ثم ذرهم. وإذا كنا لله وكنا مع الله كان الله لنا وكان الله معنا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وهذا محقق. ومن بريطانيا أمام الله؟ ومن إسرائيل أمام الله؟ ومن أمريكا أمام الله؟ ومن روسيا أمام الله؟ فإذا كنا مع الله غلبنا، والغلبة لا محالة. أما جمعية الكفر فأمام الله لا شيء، كما يقول الله تعالى في القرآن الحكيم: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. وكم رأينا الكافرين يتقلبون في البلاد لكن متاعهم قليل. فأين فرعون؟ وأين الشاهات في إيران؟ وأين الملكيون في العراق؟ وأين الاحتلال الإنجليزي للعراق علنا تحت لواء كوكس وغير كوكس ومود وغير مود؟ ذهبوا. وبقية الكلمة لله، وفي القرآن الحكيم: بقية الله خير لكم. وكذلك الله ينصر الذين ينصرونه كما وعد، ووعده حتم، ووعده حتم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. هذا وعد حتمي، وبوادر النصر قد ظهرت. بوادر النصر
سقوط صدام وحزبه الكافر وعفلقه الفاسق سمعة في كل العالم. يجب أن نعرف أن البعث لا سمعة له، لا في داخل البلاد الإسلامية ولا في خارج البلاد الإسلامية. وكلكم تعلمون بالمظاهرات التي خرجت تهتف بسقوط البعث الخائن والكافر بالله واليوم الآخر في الهند وفي باكستان وحتى في أفغان الجريحة وفي إيران وفي بعض بلاد الخليج وفي لندن وفي باريس وفي نيويورك وفي ألمانيا وفي بعض البلاد الأخرى. فأنتم جماعة الناس معكم والله معكم، والقوى الحقيقية والمعنوية معكم، والبعث هباء وهواء، وكما يقول القرآن الحكيم وأفئدتهم هواء، أو كما يقول في آية أخرى بالنسبة إلى المنافقين كأنهم خشب مسندة، خشب سند إلى الحائط، خشب خاون سند إلى بيجن إلى تاتشير إلى ريغان، لكن هذا الخشب لا يبقى. الكلمة لله والعاقبة للمتقين. هذا هو الشيء الثاني. الشيء الثالث، يجب ألا تتوانوا عن الجهاد في سبيل الله بالمال بالفكر بالقلم باللسان بكل الوسائل. الدعاية، المال، الكتابة، جمع الأسلحة، جمع الدواء، جمع الكساء، جمع الغذاء، جمع التبرعات، لأجل انتصار الثورة الإسلامية في العراق. إن الواجب أن نوحد الجهود وأن نساعد المجاهدين وأن نجعل هدفنا الله سبحانه وتعالى حتى نسقط حكم البعث والذي هو قريب بإذن الله سبحانه وتعالى، والذي يبشر بخير بالإضافة إلى وعد الله تعالى بأنه ينصر المؤمنين وأنه يحطم الكافرين، وكما قال في القرآن الحكيم ونري فرعون وهامان وجنودهما. فرعون وهامان وجنودهما كانوا يحاربون موسى النبي ويحاربون المؤمنين به، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، وأخيرا كما يقول القرآن أغرقوا فأدخلوا نارا. ثم يجب أن نعرف أن جبهة البعث مفتتة إلى أبعد الحدود، فبعضهم يقتل بعضا، وكلكم سمعتم بأنهم قتلوا حردان التكريتي وقتلوا ناصر الحاني وقتلوا محمد عايش وقتلوا غير هؤلاء من الكفرة الذين ساعد بعضهم بعضا ضد المسلمين في العراق وضد المسلمين في سائر الآفاق. فالجبهة مفككة من الداخل أيما تفكيك، ولم يبق من حزب البعث مفهوم إلا مفهوم القتل وسفك الدماء وانتهاك الأعراض ونهب الأموال. وقد ذكرت بعض الصحف اللبنانية أن أكثر من 3 مليارات من الدينارات هربها عفلق وصدام وطلفاح حرامي بغداد المشهور إلى الخارج وإلى البنوك الأجنبية. هؤلاء لم يأتوا إلى العراق إلا لأجل الكفر ولأجل الاستعمار ولأجل القضاء على الجبهة الشرقية ولأجل القضاء على الحركات الإسلامية، لكن الله تعالى خيب ظنهم
وشتت شملهم وجعل الكلمة عليهم لا لهم. فها نحن نرى أن الذين أخرجوا من العراق سواء إلى البلاد الغربية أو البلاد الإسلامية صار كل رجل منهم وكل امرأة منهم قطعة من النشاط ومن الحركة ومن الإسلام ومن الفكر، فقد أسسوا المؤسسات الدينية والعلمية والاجتماعية والثقافية والصحية في لندن وفي باريس وفي نيويورك وفي بون وفي دلهي وفي كراتشي وفي مختلف البلاد الإيرانية وفي لبنان وفي سوريا وفي الكويت وفي البحرين وفي مسقط وفي الإمارات وإلى سائر البلاد التي أسست فيها المؤسسات بفضل المسلمين العراقيين المجاهدين الذين أقصوا من بلادهم. وسيأتي اليوم الذي تكون الكلمة فيه لله سبحانه وتعالى وتحرر العراق من لوث هؤلاء وتشكل في العراق حكومة إسلامية تجعل همها تطبيق الإسلام وتجعل قانونها القرآن الحكيم والسنة المطهرة وتجعل رئيسها رجلا يرضاه الله وترضاه أكثرية الأمة في شورى وانتخابات حرة، وكما يقول القرآن الحكيم أمرهم شورى بينهم. وهذه ليست أمنية وإنما حقيقة، وقد رأيناها. إن الناس كانوا يظنون أن عائلة بهلوي ستبقى وتبقى وتبقى، لكن هم ظنوا شيئا والله أراد شيئا آخر، والله دائما مع المستضعفين. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، فالقتال واجب في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين. وقد اجتمع في العراق الأمران، فالقتال بالمال بالسلاح بكل شيء مع البعث قتال لأجل إعلاء كلمة الله وقتال لأجل إنقاذ المستضعفين. نسأل الله أن يجمع شمل الجميع تحت لواء الإسلام. والحمد لله قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. وأخيرا اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.